هذا سائل يقول: هل يشفع لمن لم تصله دعوة الإسلام؟ نعم. يقول: هل يشفع لمن لم تصله دعوة الإسلام؟ من هو اللي لم تصله دعوة الإسلام؟ دعوة الإسلام بلغت المشارق والمغارب، الأول في الجهاد والفتوحات، والآن في وسائل الإعلام، وصارت تخترق الأجواء، تبلغ المشارق والمغارب. نعم، قام الله عليهم الحجة. نعم.